تمام يا باشا. ايه اخبار السجن النهارده؟ مظبوط زي الساعة يا باشا. نزل الغذاء للعنابر وحصلين. حاضر يا باشا. معلش يا باشا، هو وقت الغسيل كده والحنفيات لو ارض بايظه. ابعتي جيب السباكه على طول. حاضر، اعمل احتمال وجاي لحضرتك في المكتب. انتباه. والله العظيم مظلوم يا باشا. السجن ما فيهوش مظالم. ما دام المحكمة حكمت يبقى التهمة ثابتة. 48 في التأديب. قدامي. قدامي. السجانة اللي ثابتة تخرج تتحول للتحقيق. حاضر يا باشا. إيه الهرجلة اللي أنا شفتها دي؟ تقولي لي فين ضباط السجن؟ معلش يا باشا، غلطة مش هتتكرر تاني. إحنا هنا في سجن مش في حضانة، مفيش حاجة اسمها معلش. أيوة يا فندم. طيب دي واحدة، اتفضلي أنتِ. ايوه يا باشا. ايه سعادتك بتوصيني بنفسك على مسجونه كمان؟ ايه سعادتك عليك ضغوط ولا ايه؟ ايوه ده لازم صبحيه عابدين. ايوه بسميها بيسموها لون، صبحيه لون يا فندم. دي ايدها طايله وفارده لوحة كلها في السجن. ايوه انا سبق وظبطت معاها ممنوعات. خلاص سيادتك تؤمر. أنا عبد مأمور، أنت تأمر وأنا نفس. مع السلامة. ما بتاكلش ليه جميل؟ خلاص شبعت. لا يا عسل، كلي راح قلبي. يا اخواتي ما بقدرش على العسل ده. يا خبر الصبح. مساء الخير على الصبح. هتعمل لي قضية بعقوبة الاستباحة يا باشا، مش مقامك. طلعي الحشيشة الصبحية. ما معيش يا باشا، دي كانت آخر سيجارة. ومستعده لتفتيش. اخلع. اتلم يا صبحي. انا مش تلموذه يا باشا، ولو عندي تموين اشيلهوش هنا. عندي في السجن الف مين يشيلهولي ويديني المؤنن بتاعي يوم بيوم كده. وايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل دي حاجاتي انا يا باشا. دول كلهم ناس غلابه، وعندي لسه كمان ممنوعات اهي عشان ما تتعبش روحك في التفتيش. ايش 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 ايه ده يا بس سجانة؟ والله ما شفتهم لما دخلوا سعادة الباشا. الحاجات دي دخلت هنا ازاي؟ ما اعرفش يا باشا، والله ما اعرف، مش ممكن. الحاجات دي كلها تتحرس. حاضر يا فندم. ايه والسيرة دي كلها؟ حاضر يا فندم. انت فاضل لك كام سنة؟ مش هطول يا باشا، القضية في النقض والحكم هيتلغي. طول ما انت عندي هنا تبقى مذنبة. تلاقي اللبس ده وتلبسي لبس السجن، وتشيل البويه دي على وشك، والدهب ده كله يتصادر، ويتسبت بلاغات. أنا ما شفتكيش هنا قبل كده. حضرتك شرفتينا إمتى؟ جيت من أسبوع. اسمك؟ طهرة. تهمتك؟ آداب. طهرة أوي. المسجونة دي بتعمل إيه هنا بس سجانة؟ تتنقل عن برا فورا. حاضر يا باشا، وأنقلك دي كمان؟ سيدة الذكر، دي كل يوم ضربة لها مسجونة جايبة لها عامة مستديمة. دفاع شرعي يا باشا. لا أنت بقى تفضلي هنا في عمر المأمورة. مأمورة؟ حض الله سعادة الباشا. ليه؟ أنت مش مسمية نفسك المأمورة؟ اسمعي بقى ما أقول لك، أنا بسمع دبة النملة في السجن هنا، ها؟ أسبوع تأديب. أسبوع انفراد يا باشا، ده ظلم يا باشا، ده حرام. ولو أي حد وصى عليكي بعد كده حواريكي الويل. يا أم ويل طايلة، تاخدي الدهب ده كله دلوقتي. حاضر يا باشا.
نفذوا الامر وانت حصليني على مكتبي. احنا اكتر من اصحاب يا طنطرة، بحبك زي ما تكوني ماما. الله يرحمها. تفتكريها يا آية؟ لا انا كنت صغيرة قوي، بس اكيد كانت حلوة وطيبة زي كده. طنطرة ايوه يا حبيبتي. انتي متجوزة بقالك كتير؟ ايوه. ليه؟ طب ليه ما عنديكيش بنت كنت حبيتها ولعبت معاها؟ كلي الايس كريم قبل ما يسيح. ايوه استهانم، لسه واصل المطار. طب خلي السفرجي يغديه على بال ما اوصل. ايه حاضر استهانم. خلاص يا فندم عليك، وصلتيني. يا سلام، ايه مش عايزاني اطمن على الحاجه؟ يلا تعالي. اهلا اهلا. مساء الخير. طنط رويا هي اللي جابتني من المدرسه وقالت لازم تطلع تسلم عليك. بنت اصول يا بنتي، اتفضلي. ميرسي. اهلا اهلا، نورتي البيت. اهلا وسهلا. اتفضلي يا بنتي، اهلا بيكي. طمنيني على صحتك. او ايام ابقى مستريحه وفجاه تجيني الازمه واحس ان قلبي هيقف. اتفضلي يا بنتي. سلامتك الف سلام. مش الدواء برضو عندك؟ دايما عندي علبه احتياطي، لكن اول امبارح ما لقيتهاش جنب سريري، ما بقتش قادره ادور عليها، وكنت لوحدي وآية في المدرسة. يا خبر، وبعدين؟ اضطريت أطلب حازم في السجن، جاني طيران. معقولة يا طنط؟ ما طلبتنيش ليه؟ ده أنا نمرتي عند حضرتك، ده أنا كنت جبت لك دكاترة الدنيا كلها. عارفة يا بنتي، بس ما حبيتش أقلقك. يا خبر، هو أنا مش زي بنتك ولا إيه؟ طبعًا يا بنتي، وأنا لو كان ليا بنت مش هتبقى أعز منك. ده شعوري وغلاوتك من يوم ما اشتريتوا الفيلا اللي قدامنا وسكنتوا فيها. يبقى خلاص، انا حاجة اطمن عليكي كل يوم، ومن فضلك ما تتعبيش نفسك، وانا كل يوم الصبح هبعتلك حد من الشغالين اللي عندي. بابا جه. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا ماما. لقيتلك الدواء بتاعك، كل ما هلاقي منه هجيب لك كمان. استني بس يا حبيبتي، انت عامله ايه دلوقتي؟ انا النهارده الحمد لله كويس. طب الحمد لله. طب خلنا ايه بقى يا ماما؟ يا بنت انت باين عليك جعان قوي. هموت من الجوع. اهلا اهلا. عايزه ايه بس؟ اهلا اهلا مدام راي. اهلا حازم بيه. ازي صحتك؟ الله يخليك. انا الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي عشان اللي بتعمليه لي ده. يا خبر، ايه دي حبيبتي، يا ريت بقى في يوم اجازتها تسمح لي افسحها معايا. لا لا لا، كله الا يوم اجازتها. يوم اجازتها ده هو يوم الاجازه بتاعتي، اليوم الوحيد اللي بقعده معاها. اتفضلي حضرتك، مش كده ولا ايه؟ ايه ايه ايه؟ يلا يلا، في الشقاوه بتاعتي. احنا بنروح نادي الشرطه، ما تيجي معانا يا طنط؟ ايه ده معقول برضو يا ايه؟ ليه لا؟ عندك مانع؟ يا خبر، ده يبقى شرف كبير جدا ليا، حتى هتبقى فرصه كويسه اتعرف على درويش بيه جوز حضرتك. درويش اصله مشغول على طول، ده ما بيقعدش يومين على بعض في مصر. يا خسارة. عن إذنك. مع السلامة. وأي بضاعة في المطار خلي المخلص يطلعها فورا. ماشي. ودوها على المخازن بتاع العملية. ماشي. مساء الخير. أهلا حبيب القلب. وحشتيني. ايه ما بتاكليش ليه؟ مد ايدك. ماليش نفس.
ده انت نفسك السادس لما شفتيني بقى. بس شغلك ايه؟ فل الفل. صحيح. انا طالع اوضتي رايح. قال لي سؤال اوروبا قال. هذا السؤال اللي صح. عايز ايه؟ عايز ارتاح شويه. روح نام في اوضتي. انا عايز ارتاح. هنعيده من تاني ولا ايه؟ هنتفق من اول وجديد. ابعد عني. هنتفق من اول وجديد. بحبك وحشتيني. اطلع بره، اطلع بره. اطلع بره، اطلع بره. ميرسي جدا راوي هانم ان جيتي معايا. ايه ده انتوا لسه هانم وبقت ما بقتوش اصحاب ولا ايه؟ بيتهيألي بقينا ولا ايه رايك؟ طبعا بقينا اصحاب. طب ما تتفضلي انت يا راوي هانم وانا هاجي لكم على طول، بس هغير هدومي وهاجي. راوي يا راوي هاجي لكم على طول. صباح الخير يا رز. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. اقعدي يا قلبي. مبسوطة يا آية؟ مبسوطة خالص يا طنط راوي عشان تجيتي معانا. ربنا يخليكي. وانت مبسوطة؟ ما تصوريش قد ايه. طيب ايه رأيك بقى في بابا؟ المهم هو رأيه فيا ايه؟ ده أول مرة يعزم معانا واحدة ست. أو جه يا رز. أيوة فهمت. ايه انا اتاخرت عليكم؟ لا ابدا. انتوا ازاي ما طلبتوش حاجه لغايه دلوقتي؟ انا عايز ايس كريم. وانت يا طنط؟ انا هاخد زي البابي. انا هقعد اسيل لفوق. اوكي. متر. ايوه فندم. عايزين واحد ايس كريم واثنين عصير ليمون. حاضر. استنى لو سمحت. ايوه فندم. خدت سؤال من الكاميرا دي؟ انا يا فندم. استنى لما اجي. هتعملي ايه؟ حاضر. هتعملي ايه؟ خد لنا بقى صوره عائليه. يا ماما اقعدي انت بس. اقعدي. انا بحب اعمل سندوتشات بس. اقعدي بس. اقعدي اشربي الشاي بتاعك على رواق. قلت لك شوف لنا حد يساعد في البيت. ما احبش حد يجي البيت هنا وانا مش موجود. وبعدين انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. فيها ايه يعني؟ انا شايف انك مهتمه قوي بشعرك. حركه عصبيه بعيد عني. انت متراوي احلى حاجه فيها شعرها. مش كده ولا ايه؟ كل سنة وانتي طيبة. وانتي بصحة وسلامة. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Aya. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل.
معلش ممنوع الدخول هنا، العنايه مركزه. الحمد لله الحالة كويسة دلوقتي. كويس انك جبتوها يعني في الساعة الأولانية. هي كانت بتشكي من جلطة في القلب. واتلحقت الحمد لله. أهلا يا حازم. أخبارها إيه دلوقتي؟ لا أتم إن شاء الله هتبقى كويسة. أنت عرفت إزاي؟ كلمتني وصوتها ضايع خالص. على العموم هتبقى كويسة إن شاء الله. إن شاء الله. أنت إزيك؟ الحمد لله. أنا مش عارف أشكرك إزاي. على إيه بقى؟ أنت محظوظة جدا. لولا الست اللي أنقذتك وجابتك لغاية هنا كانت الحالة هتبقى خطيرة أوي أوي. الحمد لله. نفس اريح لك يا حاج. طبعاً. دكتور لو سمحت. حازم بيه. أنا أهلاً. والدتي ازاي دلوقتي يا دكتور؟ الأزمة كانت شديدة لكن هتعدي بإذن الله. طب هي هتقعد في المستشفى كتير؟ يومين أو ثلاثة بالكتير، بس على فكرة لازم تاخد الدواء مظبوط بانتظام. لا بالنسبة للدواء أنا هديهولها بنفسي كل يوم. يا ريت. ومن كل أسبوعين أو ثلاثة كده تبعدوها عن جو القاهرة، تروح اسكندرية، الريف، أي مكان. مفيش مشكلة في الموضوع ده خالص، العزبة قريبة من مصر. طيب عن إذنكم. شكرا يا دكتور. شاكرين قوي. وبعدين معاكي بقى. إيه؟ هنبتدي نلخبط؟ بس ده كتير قوي. هزعل منك. طب أنا مضطر أروح أجيب أي مدرسة. سيب موضوع آية ليا. أنا اللي هروح أجيبها. خليك أنت مع طنط. عن إذنك. متشكر يا راجل. هنا ازاي؟ مفاجأة حلوة مش كده؟ ايوه بس ايه؟ مفاتيح طنط كانت معايا، اخبارها ايه طمني؟ كويسه الحمد لله، اتغدت ونامت شويه، قلت اجي استريح. تلاقيك ما اتغدتش. انا حضرت لك للغدا. حضرت لك غدا؟ معقول؟ دي كمان سويت لك قطلك وحطيت لك بيجامه مكوية على السرير. كمان بيجامه على السرير؟ ايه هي اللي عملت كل حاجه، وانا اللي ساعدتها، كده ولا مش كده؟ كده. كده؟ بتهيألي تغير هدومك على ما محضر السفره. طيب مش هتاكلي انت وايه ولا ايه؟ لا احنا سبقناك بالهنا والشفا. على فكره انا بحس الدرويش بيه عليكي. بالمناسبه انا في البيت ما بحطش ايدي في اي حاجه، اقوم الطباخ والسفرجي. يا في الحاله دي بقى درويش بيه هو اللي لازم يحسدني عليكي. عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. اتفضلي. يعني انت بعد المرحومه مراتك ما اتجوزتش ليه؟ في الحقيقه ما لقيتش الإنسانة اللي تناسبني. معقولة؟ ما لقيتهاش أبدا؟ محدش يتحرك، بسرعة اتحرك. العزبة نورت بقدومك
يا حاجة. منورة بصحابها. تعيش قشطة واللبن قشطة. بالهنا الشيخ يا حاجة. آية حسبي لا تقع يا آية. يا أهلا أهلا وسهلا يا ست آية، نورت العزمة. خلي بالك منها يا ساعة، دي ست الكل يا راجل. يا أهلا وسهلا أهلا أهلا. حسبي يا حبيبتي احسن توها على خفيش فيك. امال بابا وطنط راوية فين؟ بيشم الهوا. برافو عليكي سبقتيني. يعني مش انت اللي خليتني اسبق؟ على العموم كلك ذوق. نسيت في لحظة انك ست متجوزة. انا بقى ما نسيتش رغم ان انا بعاني من الجواز ده. انا مش قادر افهم ازاي تتجوزي واحد ما بتحبيهوش. كنت سكرتيرة عنده، هو كان عايزني اكتر من سكرتيرة، كان افضل حل هو الجواز. حازم، انا مفيش حد في حياتي اقدر اعتمد عليه. أرجوك تفهمني، أنا محتاجة صديق أحترمه ويقدرني، صديق أقدر أفضفضله ويفهمني. أرجوك ما تسيبنيش. إيه؟ هتقدر تسيبني؟ العزبه نورت. بطل باشا فين يا ولد؟ موجود. موجود فين؟ الست هانم الكبيره جوه اهي. طيب السلام عليكم. اهلا يا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا يا حاجه. اهلا بيك. خدامك درويش. العافيه درويش بيه. الله يكرمك، ده العزبه منوره. اهلا بست الحبايب، ازيك يا حلوه؟ بص يا عمو درويش بقى، الله، ده انت متمازيل كبيره بقى، جيل تلفزيوني يا حاجه. أنا من رأيي بلاش نتقابل تاني. إيه اللي يمنع نبقى أصحاب؟ يا ريت نقدر، بس هيبقى صعب أوي. خايف من إيه؟ من نفسك ولا مني؟ أرجوكي خلاص، كفاية كده وانتهينا. بالسهولة دي؟ بصراحة الحاجة قلبها مفتوح لك، وآية ما تقدرش تستغنى عنك أبدا. الباشا وصل يا هانم. انتي مش قلتيلي انه مسافر؟ الحقيقة هو ممكن يجي فجأة، ملوش مواعيد. يلا بينا. يا ألف أهلا وسهلا. أهلا يا باشا، العزبة منورة. منورة أصحابها درويش بيه. لا درويش بس، أخوك درويش. أهلا يا فندم. اتفضل. اللي رجعك باشا؟ مكتوب لي قابل سعادة الباشا. ده أنا أول السواق ما قال لي إن سعادتك منور هنا، جيت طيران. كرسي يا ولد. هتقعد على حجري يا ولد. كرسي يا ولد. يا ولد الماية الساعة يا ولد. همي يا ولد. همي يا ولد. كرسي هنا يا ولد. يا دي النور يا دي النور. أهلا يا باشا. طمنيني يا فل، قمت بالواجب مع الباشا ولا هتأثر رقبتي؟ ما تقلقش. قمت بالواجب وحدي. والغدا اوعي يكون فراخ ووز وبط وحمام وكلام مسح الزور ده. غدا الباشا لازم يتعلموه العيال في الكتب. وادي يا جديد. ايوه ايوه يا باشا. تبيعها عجالي وجوز خلفان للباشا عوامل يذبحوا دلوقتي. واجب يا باشا من عينيا. ايه ده 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 ليه ده كله بس؟ واحنا اديك الساعه يا باشا. اتفضل سعادتك معايا بقى لحد ما تحصل الالفه كده. اتفضل سعادتك. عن اذنك يا روحي انا راجل لكم. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. يا اهلا وسهلا. دي بقى باشا قعدة المزاج اللي ما يخشهاش الا كل عزيز وغالي. ده النهارده زيارتك لينا تتكتب في التاريخ يا باشا. مديها منكر. لا انا ما بشربش. سعادتك ضريب بقى، جاهز المساء. لا من فضلك، لو جبت اي حاجه مني انا همشي على طول. خلاص يا باشا، اتكل على الله يا جهاد.
هو ذنبي يا باشا اني عايز ارضيك واقول لك صواب العشرة شمع؟ ده كفايه يا باشا ان ساعتك واخد بالك من مدام في غيابي، ده جملتك على راسي من فوق، ده انا مطمن عليها معاك. الا بقول يا باشا انا كان عندي سؤال ونفسي اساله لك. اتفضل. سعادتك ابن ناس وابن اصول ومش باين عليك لا مؤاخذه زي ما بيقولوا يعني. هما مين دول بقى اللي بيقولوا؟ والله يا باشا بيقولوا ان سعادتك شديد قوي على النسوان في السجن. ده مهما كان سجن الحريم. ودول برضه ولايا. الا يا باشا هما ما بيصعبوش عليك. انا مأمور سجن. بنفذ القانون ولوائح السجون. يا باشا سعادتك راجل مخك كبير وحته. القوانين واللوائح دي ممكن تطبق برضه حلواني. طب ما تجيب من الاخر طلباتك. لا يا باشا طلبات سعادتك الاول وانا شبيك لبيك. مش لما افهم انت عايز ايه الاول. واحده غلبانه عند سعادتك في السجن عزيزه عليا قوي وسعادتك شادد عليها شويه زياده، دي مظلومه في قضيه مخدرات. صبحية عابدين مش كده؟ لا مصحصح يا باشا. وانت بقى ايه علاقتك بيها؟ انا بقى اللي حد سعادتك 3000 جنيه في الشهر. اي كلمه زياده حالب عليك الترابيزه. وانا في وسط رجالتي صحصح لي يا باشا. انا اسمي درويش الكبير. انت حيوان. طب استنى يا باشا الكلام اخده وعطى. خمس بواكي ماشي؟ وعندي كبر الحمار كان هيوقعني. عشان حمار. يلا يا اخي يلا يا امي هنمشي. يلا امي. هنمشي يعني؟ هنمشي دلوقتي حالا. انا مبسوطه هنا مع طنطراوي. قلت لك هنمشي يعني هنمشي. في ايه يا حاج؟ يلا قوم. عايزه في ايه؟ خلاص يا استهانم انت مسليه اتكشفت. حضرتك جايباني هنا عشان جوزك يعرض عليا رشوه. رشوه؟ ايه حصلت يا راويه؟ رشوه ايه يا طنط؟ صدقيني انا ما اعرف اي حاجه. كدابه. اتفضلي يا ام. حازم احلف لك. انا مش قابل اي اعتذار. طب قول لي درويش فين؟ هندي وجوزك فاهمين بعض كويس قوي يا استهانم. انا اذنك بقى للناس ما امشي. طنط اعملي معروف قولي اي حاجه. اسبقني يا حازم. تعالي معايا اهي. حتى لو كنت مظلوم جوزك غلط غلطة كبيرة قوي. حازم زي مرحوم أبوه طول عمره نضيف. يلا يا ماما. حاضر يا حازم وكرمته فوق كل حاجة. أنا عايز أعرف أنت لبخته وقلت له إيه؟ ما قلتلوش حاجة. طلبت منه خدمة في السجن وعرضت عليه مبلغ ما أحلمش بيه. طلع غبي. ده أنت اللي طلعت غبي كده يا راوية. الواد حازم ده بقى دمه تقيل على قلبي قوي بصراحه. يا باشا انت اللي فاتح له الباب على الغارب قوي، وانا عايزك تاخد بالك من الحكايه دي وتفتح عينك كويس. بجر رجلي يا غشيم. صبرك هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. معرفش عنه اي حاجه. معقوله تبقي ست البيت وما تعرفيش عنه حاجه؟
معرفش، صدقني معرفش. تعرفي بس انه بيشتغل في الاستيراد والتصدير والعمله والمخدرات؟ يا سعاده الباشا الحاجات دي كانت مستخبيه، واللي مخبيها المرحوم. الهاني ما تعرفش عنها اي حاجه. انا سالتك وثبتت اقوالك، ما تتكلمش. انت متهمه مع جوزك باحراز المخدرات بقصد الاتجار. انا مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي بعد اذنك. قررنا نحن وكيل نيابه الهرم حبس المتهم صقر سليمان عوض والمتهمه راوية فراج صالح 4 أيام على ذمه التحقيق، ويراعى التجديد في المواعيد القانونيه. استنى يا اختي، استنى استنى يا اخويا. اتفضل يا عصفور. يلا يا اختي، وفينا ولع. يلا خد الدرج. بعد اذنك اتصل بالمحامي بتاعي. مش محمده بتاعي. يلا يلا يا اختي الطويل. يلا يلا يا ست. يلا يا اختي. زكريا محمود علي. راوية راوية فراج صالح. معاكي ممنوعات يا بنت؟ بتبصيلي كده ليه؟ يلا خشي لا عمارة، يلا تعالى فتشي قبل ما تلبسي جلابيز العدل. معاكي ممنوعات يا بنت؟ معيش حاجة. معاكي يا بنت؟ هيكون معايا سلسلة دهب فص أزرق وعين، حلق دهب فصين، دبلتين. معاكي ولا مليم؟ أجابوك يا نيلة وجابوك يا أشفورة. طب يلا يا أختي فوتي قدامي، ده أنت ما عندكيش ريحة النظر. بابا أنت إيه اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ مش جاي لي النوم، أصل بفكر في دكتور أوي. قلتلك مش عايزين نتكلم في الموضوع ده مرة تانية. يا بابا بحبها أوي أوي. ممكن قوي الانسان يحب بني ادم وبعدين يكتشف انه ما يستاهلش. طنط راوية عمرها ما تعمل حاجه وحشه. قلت لك مش عايز اتكلم في الموضوع ده مره تانية. وبعدين انت ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ فضلي خش نامي، عندك مدرسه بكره الصبح. ليه كده يا ابني؟ ده انت عمرك ما زعلتها. غصب عني يا امي. اصلها متعلقه بيها زياده عن اللزوم. لازم تنسى كل حاجه عنها، لازم تنسى اسمها، لازم تنسى شكلها. كانك ابوك بالظبط. طالع له طبعك حامي وتقطع زي السيف. وهو ده الصح. مش يمكن يا ابني تطلع براءة؟ هو انت كمان صدقتيها ولا ايه؟ انت اللي اتسرعت وحكمت عليها قبل المحكمة. القضية ثابتة، ده تلبس، وانا عارف كويس قوي المحكمة هتحكم بإيه. مالك يا اختي في ايه؟ مش عارف، مش عارف اللي بيحصل. اهلا اهلا يا استاذ خالد. اهلا يا مدام روي، اتفضلي، دي الحاجه اللي انت طلبتيها. شكرا قوي. اتفضلي. ايه الاخبار؟ انا قريت تقرير النيابه وان شاء الله كله تمام، بس عايز اعرف منك الموضوع بالظبط. استاذ ثروت صدقني انا متفاجئه باللي حصل. انا ما كنتش عارفه انه بيتاجر في المخدرات. مش قادره اتصور اللي حصل ده خالص، زي ما اكون في حلم. المشكله ان انا كمان مش عارفه اقابل حازم شريف، بس من فضلك تتصرف، اعمل اي حاجه. اطمني يا مدام راويه، الجلسه السبت الجاي وباذن الله براءه. حضرتك ما شفتنيش الاسبوع اللي فات في المحكمه وانا بترافع في قضيه مخدرات، كان واخد اعدام، محاميين مصر كلهم جابوا له اعدام، انا في الاستئناف جبت له براءه، باذن الله براءه. بس قولي يا رب، قولي يا رب. باسم الشعب، بعد الاطلاع على مواد الاحاله ومواد الاجراءات الجنائيه، حكمت المحكمة حضورياً في القضية رقم 85 لسنة 1986 جنايات القاهرة بالآتي: أولاً،
بمعاقبة المتهم صقر سليمان عوض بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم درويش عبد القادر الشناوي لوفاته. ثانياً بمعاقبة المتهمة راوية فراق صالح بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاس. رفعت الجلسة. محكمة! أرجوك من فضلك شد حيلك واستحملي شوية وأنا بإذن الله هطعن في المرض. من فضلك روح لحازم قول له إن أنا بريئة إن أنا ما عملتش أي حاجة. لو سمحت فأعرضك. أيوة مستجدة أنت بتعيطي؟ ده أنا ما تعبتش في عيوتة سجن اتحبست فيه كله بالفولي اللي ليه ده ما يتعبش. ايه انت ما فيش ده؟ مش عارفه لسه ليا ظهر ولا لا. ما بقتش عارفه حاجه. النهاردة 6 يا باشا. حكم بتهمتك سرقة وسنة. حكم بتهمتك قتال سنة. حكم بتهمتك قتل و10 سنين يا باشا. وانتي حكم بتهمتك ثلاث سنين مخدرات سجانة المظبوط. ست ايام ساكنه انفرادي للتاديب وصولها شعرها والبين اتصرفي معاها على حسب التعليمات. ادلي كده بس ترقيش. تعرفوش ان اي حاجه وحشه بتجيبكوا هنا؟ تعرفوا ربنا من الاول. شاطرين دلوقتي نشوف دماغكم اشوف اللي بتعملوه. تاديب من اولادش دي ما حصلتش ابدا. لابد في عنا. بقول لك يا نادري ده انت امي في داعيه عليكي واليوم هنا بسنه. خشي خزي. بقول لك ايه؟ الميه للشرب والجردل للادب. تقعدي هنا زي الكلبه. ما بتاكلش ايه؟ مالك النهارده؟ انا ماليش نفسي. خدي من ايدي.
لا معلش حبيبتي مش عايز اكل. معلش انا اصلي اتضايقت النهارده شويه في الشغل، اعصابي تعبانه شويه. عن اذنكم. حازم، في حاجة مستعجلة يا أمي؟ عايزة أسألك سؤال بس خايفة تتنرفز وتزعل. احنا هنرجع تاني للموضوع ده. هي سجنوها فين؟ ما جاتش عندك يعني؟ خسارة. ما هي لو كانت محبوسة عندك كانت أكيد هتصعب عليك، وكان يمكن تلاقي عندك شوية رحمة. ده انت ابني وانا عارفاك، لكن بقى مادام ودوها سجن تاني يبقى هدعي لها وقول ربنا يحنن عليها قلب المأمور. زنزانة ستة، عارفة يعني ايه؟ حاجة من الاتنين، لا يريحك لا يديكي تقبيضة. فوتي قدامي. خلي تعالي هنا. تمام يا سعادة المأمور. ايه دي؟ الإيراد الجديد. لا دي حلوة، حلوة قوي. تشكر انت انصراف الحساب يجمع. عينيا. هي حلوة بشكل، حلوة قوي. ايه؟ سوابق ولا مستجدة؟ لا لا لا، على الأرض. هي دي تيجي. السرير أحلى يا حبيبتي. مزاجك إيه؟ تنامي تحت ولا فوق؟ ما ترد يا مرة، اللي بكلمك دي المعلمة صبحية. صبحية لون. أنت صبحية لون؟ تمام يا باشا. نقلتيها نمرة ستة؟ أيوة يا باشا. بقالها قد إيه؟ ساعة كده؟ ما يجيش يا باشا. طيب كويس. تعالي معايا. فضلت خيرك يا تجراسي. بقلاوه بالقشطه يا قشطه. الله، ما تكسفيش ايد خدامتك بقى. خدي يا روح قلبي كل. اسم الله عليكي. ده جوزي، جوز المعلم نجف الله يرحمه، في حال المبتدا كان صبي من صبيان جوزك الله يرحمه، درويش بيه الكبير. ومن دلوقتي انت معلمتي وانا صبيتك. كل يا روح قلبي كل. المأمور. ايه الهنا ده كله؟ دي حفلة استقبال دي ولا ايه؟ لا، دي زيارة قانوني وداخلالي في السليم يا باشا. واضح انكم طلعتوا معرفة قديمة. لا، أنا معرفهاش. أنا أول مرة أشوفها.
انا حطيتك هنا مخصوص واديني اتاكدت ان السجن فعلا ما فيهوش مظاليم. من بكره تنزل الشغل. حاضر يا باشا. حضرتك بتعملي ايه؟ تمام. هوم ورك. بتذاكري ايه؟ ميس جيومتري. جيومتري؟ انت عارفه بقى ان انا دخلت كليه البوليس مخصوص عشان كنت ضعيف جدا في الحساب بتاعك ده. قولي لي جيتي مع مين؟ مع مروه. مع مروه؟ انت عارفه ان انا كنت طول عمري بطلع كل الاباط بتقول كده. كنت بطلع الاول بس بالمقلوب. انا بقى بطلع الاولى بالعدل. ما انا عارف انك بتطلعي الاولى بالعدل، بس انا عايز اعرف طالعه لمين. ماما. طبعا لماما مش ممكن ليا. يلا خدي بالك من نفسك. كملي مذاكرة بلاش شقاوه. صباح الخير. صباح الفل. تعالي هنا. تعالي يا مجنونة. هو يا شيخنا؟ ازاي؟ انت اسمك ايه؟ رزق محمد عبد موجود. رزق؟ انت منين يا رزق؟ من طنطا مركز الصنطة. يعني اسمك ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه؟ راجل على الاقل يبقى لنا واسطة جوه السجن. طب سيبك منه وتعال. ازيك يا حلاوة؟ ايه يا مدام ما بترديش علينا ليه؟ مين ايه ده؟ واخده في نفسها قلم ولا ايه؟ يا جماعه ما تظلموهاش، سيبوا كل واحد في حاله. دي من ساعه ما جت وهي في التوهان. طنطا مخصوص وجايب لك فطير مشالتي وشويه حاجات كده. فطير؟ ايه فطير. طب ما تتفضل معانا. لا متشكر، امي هي اللي عاملاها بنفسها. امك؟ ايوه عن اذني. هي ايه الحكايه؟ السناره غمزت. Thank you.
ده الواد الورد ده المصلحه وتقيلي على طول. حاضر يا باشا. الغيزه انصرف ولا لسه؟ لسه يا فندم. طب وما انصرفش ليه؟ فضل يروح السفينه. مدام راوية تعبانة وانت شاغل نفسك بيها ليه؟ بتغدر بيها. انا كنت حاسس باللي هيحصل. الواد المأمور ده طالع نمرة قوي. ان شاء الله ان شاء الله. طب وايه التشخيص؟ محاوله انتحار، حبوب مخدره. فضل سيادتك معي. دي متحصلات غسيل المعده. تحب سيادتك نحرزها ونبعتها للتحليل عشان نعمل لها قضيه مخدرات؟ قلت يا فندم اكتب التقرير. لا بلاش دكتور من فضلك، اعتبرها حاله تسمم غذائي. معلش اصل دي قوي سابقه ليها، وارجوك خليها عندك هنا اطول مده ممكنه لغايه لما تخف خالص. تحت امرك. خدوا بالكم منها بفضل. تحت امرك. متشكر. مع السلامه. في المستشفى، راحت المستشفى لو ماتت هتبقى مصيبه. طب وهتعمل ايه؟ مش عارف. مش عارف. لو ماتت السر هيموت معاها. ايه البرشام اللي عندك؟ انطعي. ما عنديش برشام. امال ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ يا باشا يا باشا، ده بعيد عنك دواء للقلب يا باشا. سيبك من الكلام الفارغ ده، في حاجة اسمها معمل وحاجة اسمها تحاليل. خليك حلو يا باشا، ده أنا قربت أخلص مدتي، حرام عليك تدبسني في 10 سنين، هو مفيش إنسانة يا إخواتي. في حاجة اسمها قانون. طب بعد حضرتك، بعد إذن حضرتك 5 دقايق بس، على انفراد الأول. إيه كلمة سر ولا لا يا باشا؟ بس بعد إذن حضرتك والنبي، بعد إذن حضرتك. خليك وأنتوا هنا. نعم. بقول لحضرتك إيه؟ سيبك شويتين كده من الكلام بتاع القانون ده وخليك معايا. انت في ايدك تفقدني وانا في ايدي اسعدك. قلت ايه؟ حد كان قالك عليا قبل كده اني باخد رشوه؟ لا بس ما سمعتش عن واحد يرفض ارنب مقفول مليون جنيه. بس البرشام اللي ظبطته حضرتك دلوقتي ده يتبدل بسبرين وتبعته للتحليل براحتك وتعمل محضر برضه كانك في السليم. قلت ايه كده؟ طب والارنب؟
هعمل تليفون زغنون من مكتب حضرتك، وبعد ساعة زمن واحدة بس اتصل بالبيت عند حضرتك، هتلاقي الأرنب وصل في التقفيصة. تقفيصة؟ مش أنا اللي أعمل كده يا أمي طايلة. يا بس الجارة. الله الله، جارة إيه يا باشا متروق؟ تعالوا عشان تشهدوا معايا في المحضر. برشام ده ظبطناه عند المتهمة، والمتهمة لسه عرض عليا دلوقتي 1,000,000 جنيه رشوة. اطلبوه رئيس النيابة دلوقتي حالا. حاضر يا باشا. كده برضو يا باشا. تمام يا باشا، تمام قوي يا سعادة الباشا. اقف عندك يا رزق. الوزير عاوز يطمن على حالته. ايه الحالة؟ خطيرة. تروسي مش ممكن نعمل حاجة؟ للأسف شديد لازم حالة بدر فورا، بلوني امبوتيشن. بدر تحت الركبة. مش عارف يا دكتور، حاسس في زي رعشه كهربا كده. لا، اول ما تلبس الجهاز وتستعمل الجهاز كل ده هيروح ان شاء الله. ربنا سهل ان شاء الله. يلا
بطل، ننزل كده يا بطل مع بعض، ننزل مع بعض. طلقك يا اتجوز عليكي، رضيت وجات العروسة عملتني خدامة ذل وبهدلة، ولما اشتكيت له ضربني. إلهي يا رب يتضرب، لكن أقول إيه بقى وحياتي؟ ما حسيتش بنفسي إلا وإيد الهون غرقانة بدمه. قتلتيه؟ لو اللي بتحكمني واحدة ست كانت حست بناري، لكن القاضي راجل طصني 7 سنين اخرهم السنه دي. طب وانتي ناويه تعملي ايه؟ يعني لما هتخرجي هتشتغلي ايه؟ معرفش. مات ابو العيال في حادثه، وكان بيشتغل ميكانيكي في ورشه باليوميه، وعندنا 5 عيال ومصاريفنا اكتر من اللي جاي. جريت على التامينات ما لقيتلوش ملف. تعالي اقعدي تعالي. وبعدين صاحب الورشه الله يسامحه بقى ما كانش مقيده، خبطت على كل الابواب عشان حد يساعدني، ما لقيتش اي حد يساعدني، ما لقيتش غير الطريق ده قدامي. واول يوم دخلت فيه شقه اتقبض عليا وخدت 6 أشهر سجن. والعيال؟ ما هو ده اللي مجنني، ما اعرفش حاجه عنه. احنا عاوزينك تكمل معانا ومش هننسى خدماتك. واخو برضه عمل اداري. انا كمان يا فندم عمري ما هنسى سنين الخدمه اللي قضيتها معاكم، لكن انا في الحقيقه افضل انكم تسوي لي معاش. برضه مصر على تسويه المعاش؟ انا خلاص خدت قرار. Beep, beep, beep.
حاسس وقتك قوي يا رزق. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. دي اخر مره هركب معاك، بس ابقى تعالى زورني. طبعا يا سعاده الباشا، وانا تحت امر حضرتك في اي حاجه. تمام يا فندم. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، وحشتني قوي. انت كمان. عملت ايه؟ خدت نشان؟ طبعا خدت نشان. عايز اشوف. طيب هات يا رزق نشان. اهو يا حبيبتي. ممكن اخده اوريه لصحابي؟ خديه العبي بيتي لصحابي. لا يا بابا، انت لازم تحطه في اوضتك. طيب يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ بابا ده اعظم واحلى راجل في الدنيا. لا ده أحن إنسان في الدنيا. كانت أيام حلوة أوي اللي قضيتها معاه. بابا ده بطل وطول عمره بياخد جوايز. حازم أرجوك يوم تسيبيني لوحدي. يا ابني ده أنت كنت بين الحياة والموت. احمد ربنا إنها جت على قد كده. أنت كنت موت. الموت كان يبقى أهون عليا. أهون عليا من العجز. أنا بقى عاجز. ليه؟ أنا اللي كل دبة من رجلي كانت بتهز الأرض كلها وتعمل لها ألف حساب. يا ابني ده مقدر ومكتوب. ليه؟ لو كنت حرامي كنت كسبت مليون جنيه، لكن يكون نتيجة شرفي إني أخسر رجلي، مستقبلي، وظيفتي. اتفضلي اتفضلي، أدي المكافأة. احمد ربنا يا ابني، قبلك كبير. لكن هيضيع، حس بيه. ثم انا محتاج عربيه، واي عربيه هسوقها لازم تبقى اوتوماتيك، والفلوس اللي هتفضل ما يكفيش اعمل بيها اي مشروع. ربنا كبير يا ابني، اشتغل محامي، انت معاك ليسانس حقوق، وفي ضباط بوليس كتير بقوا محاميين. لكن مفيش حد فيهم برجل صناعيه. ثم ان المحاماه عايزه حركه كل يوم، ما بين المحاكم وما بين النيابات. وبعدين انا طول عمري في السجون، ما عنديش اي فكره على القضايا. ما ينفعش. عارفه انك بتتألم وانا حاسه بيك، لكن بكره الظروف هتتصلح. تتصلح ازاي؟ من هنا ورايح ما معناش غير المعاش، معاش بس. ومال يا ابني؟ معاشك على معاشي من المرحوم ابوك، ونمشي على قدنا كده، وافضل بقيت عمري عاله في البيت. ربنا كبير يا ابني، بس انت ما تعملش في نفسك كده. هيحصل لي ايه اكتر من كده؟ ارجوك يا امي سيبيني بقى دلوقتي، سيبيني لوحدي، ابعدي عني، سيبيني اعملي معروف. وبعدين احنا 10، 6 بنات و4 صبيان. انا اصغرهم انما ايه اجدعهم، محدش فالح فيهم في التعليم. بس انا سبت المدرسه من الاعداديه، ابويا شغال سواق بس بتاع مزاجه، لقيت طريق التهريب قدامي سهل، قلت ما بديهاش اشتغل في التهريب. يا ساتر. وبعدين ولا بنك ولا حاجه، لا عرفت اهرب ولا هرب الحاجه. طلع لي واد امين لما ايه فتح قوي فاسني، طلع ايه ابن جنيه. راوية فراك صالح. نعم ليك زياره. هي قال الزياره؟ هي قالت. الف مبروك الف مبروك يا مدام راويه، الطعن اتقبل في محكمه النقد. ايه براءه؟ لا مش قوي، لسه شويه. في ايه تاني؟ القضيه رجعت محكمه الجنايات وهتنظر من جديد. تنظر من جديد؟ يعني ايه؟ يعني يتحكم عليا تاني؟ من ناحيه تتحكم عليكي ممكن، لكن بقولي سعادتك ايه؟ ما تقلقيش، طالما انا حطيت ايدي فيها باذن الله، باذن الله براءه. كفايه بقى كفايه، تعمل لي البحر طحينه، حرام عليك. انا اسفه يا استاذ عزت، اعصابي تعبانه عن اذنك.
الحمد لله على السلامه يا سعاده الباشا. سعاده الباشا الحمد لله على السلامه يا باشا. ازيك يا عمر؟ بقالك اكتر من سنه ما حدش بيشوفك في النادي. معلش ظروف بقى يا عمر. الله يجازي اولاد الحرام ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يخليك يا عمر. صباح الخير. ايه مش مصدق؟ لا صدق يا حازم بيه. ولا تحب اقول لك يا سياده المامور؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ الحكم الاولاني اتنقض والتاني طلع براءه. يبقى اكيد واحد منهم غلط. خلاص احكم انت. حكمي انا مش كفايه؟ يا ترى لو كنت لسه مامور السجن وجالك الحكم ببراءتي كنت اقتنعت بيه؟ انت عرفتي ازاي ان انا هنا؟ من ايه والحاجه في البيت. دخلوك ازاي؟ الحاجه عمرها ما شكت فيا. حازم انت عارف ارتباط ايه بيا وحبي ليها. انت عايزه مني ايه بالظبط؟ عايزاك تصدقني. عايزاك تتاكد ان انا بريئه وان انا كنت مظلومه. عايزاك انت اللي تحكم ببراءتي مش المحكمه. وايه اهميتها؟ ان انا محتاجاك. صعب دلوقتي. حاجات كتير قوي اتغيرت. خلاص مبقاش ينفع. انت فهمتني غلط. انا عايزك تساعدني. انا مش عارف حتى اساعد نفسي. حازم مش انت اللي تقول كده. انت طول عمرك راجل واقوى من الظروف. ممكن تيجي معايا مشوار صغير. على فين؟ ما تخافش مش هخطفك. انت خرجتي من السجن امتى؟ بقالي مده بس ما حبيتش اجيلك الا لما وقفت على رجلي. قصدك لما احتجتيلي؟ الاثنين. ممكن تيجي معايا؟ قلت ايه؟ يلا. مصنع ملابس؟ انت جبتي فلوسي كلها منين؟ ما خبيش عليك بعت كل اللي حيلتي، البيت والعربيه والصيغه، مكان الخياطه جبته بالتقسيط. وانا بقى داخل ايه في كل ده؟ مستعجل على ايه؟ هتعرف كل حاجه. اتفضل معايا. سكر. يا لهوي قرعوش. قرعوش انت مسميني قرعوش؟ وانت بقى زيك يا ما تقولش يا مذنبه. خلاص كفاره اسمي خدامتك سكر. فاكرك يا سكر. فاكره ضيعتك كويس كمان. لا دي سكر بقى صنايعيه هايله مش ناقص غير الراجل اللي يقدرها ويفهمها. ايه ده ايه ده؟ اتفضل. اتفضلي. هاديه. افندم. ازيك يا هاديه؟ انا لسه فاكرك. ضرب افضل الى موت. كانت لحظه ضعف وبندم عليها. اتجوزتي يا هادي ولا لسه؟ لا توبه. ايه يعني مش ناوي تتجوزي ولا ايه؟ حرام عليك يا سعاده البيه ده انا مصدقت اخدت افراج. اتفضل معايا. شد حيلك. امان انا ما شفتكيش قبل كده. لا انا جيت بعد ما حضرتك مشيت. ودخلت السجن ليه؟ قتلت جوز امي حاول يغتصبني اخدت 6 شهور دفاعا عن النفس. مبسوطه هنا؟ الحمد لله. بركه في مدام رايك طبعا. طبعا. اتفضل. شدي حيلك. عادي يا فندم.
افتكر واحده زيها لو كانت عايزه ترجع للطريق التاني كانت هتكسب اكتر من اجرها هنا في المصنع، ولا ايه رايك؟ الاربعه اللي انت شفتهم هم اللي خدوا افراج السنه دي، والباقيين اكترهم سوادر. اعمل ايه؟ اصل اي مصنع لازم هيطلب منهم شهاده حسن سير وسلوك. على العموم انا ما بشغلش اي واحده فيهم الا اذا حسيت انها فعلا عايزه تكون. مش يمكن احساسك ده يكون غلط؟ ما تنساش ان انا كنت عايشه معاهم وعارفاهم كويس. اتفضل. انت عايزه تعملي مصلحه اجتماعيه ولا ايه؟ السجن ما فيهوش مظاليم. بس مليان غلابه. ما تنساش ان انا كنت عايشه في وسطيهم وحاسه بيهم. الظروف هي اللي غصبت عليهم، لكن لما اتمدت لهم الايد الحنينه اغلبهم هيقعدوها. السجن ما بيخرجش ملايكه. اللي بتدخل السجن مغمضه بتخرج منه مفترسه، ومين عارف يمكن يبقى وراها مجرم ولا عصابه مستنياها. بكره تشوفي، ممكن يسرقوكي ويعذبوكي ويدخلوكي في متاهات ومشاكل انت مش قدها. اتحداك ما تصدقيش كل واحده تقولك هتوب. مين عارف يمكن تكون واخده الشغل هنا في المصنع ستاره، تخبي وراها بلاوي كتير قوي بتعملها في السر، زي تجاره المخدرات مثلا. مش يمكن اكون انا عامله المصنع ده ستاره، وانا في الحقيقه بتاجر في المخدرات. ها ايه رايك؟ لا. وايه دليل البراءه؟ احساسي. الكلام ده من قلبك؟ لكن ما قلتليش انتي عايزاني اساعدك في ايه؟ عايزاك تبقى معايا في المصنع، عايزاك تبقى المدير. يعني عايزاني اشتغل موظف عندك. حازم انت الامتى هتفهمني غلط؟ ادخل شريك بمجهودك. حازم من فضلك عايزاك تحميني وتساعدني على الخير. وانتي منتظره مني رد دلوقتي؟ هتفكر في ايه تاني؟ راوية حكيتي على كل حاجه، وانت يا ابني لازم تعوضها عن اللي عملته فيها وهي في السجن. ايه اللي انا عملته فيها وهي في السجن؟ انا عملتها كمذنبه محكوم عليها في جنايه. لكن دلوقتي بعد ما اتاكدت من براءتها لازم تقف جنبها علشان خاطر ترضي ضميرك وعلشان ترضيني انا كمان، وانت عارف كويس قوي ان انا وبنتك بنحبها. جون وين؟ إيدي مورفي، ألان ديلون، ميكي رول، وودي آلن، جون بريد، مارلين مارو، ووفي جومبر، كان أستير، كيم كلافنجر، كوب كيمبو، أبروكا براد، سيباست لو، فينا كوبشن، مارلون براندو، وجين سي، تشارلز برونسون. تيجي نرقص؟ ما تنسى الموضوع ده بقى، هتقلبها نكد ولا ايه؟ يلا يلا. المزيكا حلوة قوي، الليلة كلها حلوة. فاكر أيام السجن؟ دي أيام مش عايز أفتكرها خالص. ليك حق، ما كنتش بصعب عليك. أنتي أكيد كرهتيني قوي.
حاولت ما قدرتش. طب ما تيجي نغير الموضوع ده. ما تيجي نغير المكان كله. أنا طالع جلسة يوم السبت الجاي. قال لك حسن خليهم يتصرفوا وزي ما اتفقنا. لا 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 لا، أنا الكلام ده ما يدخلش دماغي أبدا. لو إيه؟ فتحت مصنع جديد وعينة الضابط مدير ليه ورايحة وجاية معاه للنهار. تقوم ما تجيش تزورني ولا تعمل معايا واجب. هي يعني سألت على مين لما هتسأل عليك؟ ولاد الرجال اللي قتلهم البوليس مع المعلم ما شافتهمش بقرشين؟ هي حاسه بحاجه دي ولا كانها تعرف حد. وانت ما تكلمش معايا ليه؟ اني معاني بصراحه كده يعني خفت لما لقيتها نايفه على الضابط. هو اي نعم طلع معاش انما واصل ويعرف ناس كبارات. ماشي يا راوي يا بنت المعلم فراج والمعلمه عطا. ماشي عبدو جاهز. خليك بعدين. اخبارك ايه دلوقتي؟ الحمد لله. كنت قاعده مؤقتا عند جماعه قرايبي ودلوقتي لقيت اوضه كده جنب المصنع. لكن اقول ايه بقى؟ ايه في ايه تاني؟ صاحبه الاوضه عاوزه 200 جنيه مقدم وقال ايه حد يضمني من المصنع. خلاص يا ستي انا هضمنك. انت؟ ايوه. مش معقول. وانا كمان هدي لك ال 200 جنيه واذا فضلتي ماشيه مظبوط هدي لك مكافاه كمان. ايه رايك؟ عليا النعمة انت راجل جدع لو انك ياما طفحت لها الكوتة. ايه مش قال بتقولي عليها قراش؟ انت اكيد عايزة حاجة. في ايه بقى تاني؟ ما تحرمش. حضرتك ناقصك حاجة تانية بقى؟ مش فاضل غير العريس. اه انت العريس ده هو اللي هيجننك. صباح الخير. صباح النور. هو دي مش شركة مصر توان للملابس؟ ايوه. طيب حازم باشا موجود؟ تمام. انا رزق محمد عم موجود. هو انت رزق؟ ايوه انا رزق. طلع في قسم التشغيل جوه. في قسم التشغيل جوه؟ ايوه. الله يخليك يا باشا. انا جبت لك خد اسود لان كل دول كحلي انا اهو. وبعدين الخياطه ما كانتش كويسه المره اللي فاتت. ها؟ وعايزين نطبقها كويس زي كل مره. حاضر. رزق. تمام يا سعاده الباشا. ازيك يا رزق؟ صباح الفل يا باشا. ازيك يا رزق؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه يا عم؟ كويس ازيكم؟ ازيك يا رزق؟ الحمد لله. ايه لابس مدني كده ليه؟ عندك اجازه ولا ايه؟ لا يا سعاده الباشا انا خلاص وفيت مده التجنيد بتاعتي وبدور على شغل. كده رزقك في رجليك. اسمع بقى احنا اشترينا عربيه صغيره بننقل فيها الحاجه دي كلها. ايه رايك تشتغل عندي سواق ب 150 جنيه في الشهر؟ بكام يا سعاده الباشا؟ 150 جنيه. 150 جنيه حلوين. ربنا يكرمك يا سعاده الباشا ويكبر في خاطرك ويخلي لك الست الحاجه والاموره الزغنطوط. الله يخليك يا رزق. وخليك مع البنات خد بالك منهم. ها بس ابعد عن البنت دي بتدور على عريس خد بالك. ازيك يا سوق؟ عامل ايه؟ كويس. انت كويسه يا سوق؟ وبعدين انا مش عارفه ليه حازم اتاخر لغايه دلوقتي. ما تقلقيش هو كده من يوم ما مسك المصنع ست اشهر دلوقتي وهو يخرج الصبح ما يرجعش غير اخر النهار. بس مش عايزه احكي لك بقى حال المصنع ايه. الحمد لله الانتاج زاد والمكسب اكتر. المهم ان بابا خلاص ما بقاش حزين ولا متألم ورجع بابا اللي بيحبني وبيبوسني وبيضحك معايا زي زمان قبل الحادثه. اهو جه. اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ كمان واحده. لا انت طماعه قوي. كمان واحده. انا ايه الشهاده دي؟ ايه الحلاوه؟ ايه ده الفستان ده جبتيه امتى؟ تنطراوي يا تنطراوي هنا؟ طب مش تقولي لي من الصبح ده؟ اهلا بابا يا هاني. اهلا يا حازم. ازاي صحتك؟ انا كنت فاكرك في العزبه. انا عزمتها لسبب وهي جت وجايبه لك مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجاه؟ اتفضل قدامي. انا مفاجاه. ايه ده؟ ايه ده؟ دي بمناسبه ايه دي؟ عيد ميلادك يا بابا. انت ناسي؟ طبعا كنت ناسي. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. كل سنه وانت طيب يا بابا. وانت بالصحه والسلامه. وانا كمان. لا مفيش. انت كنت عارفه المفاجاه وما قلتليش. انا بقى. ايه رايك حلو؟ طبعا حلو قوي. بتقول لك الترته يا سيبا. ايوه فاهم يا اختي فاهم.
انا بويه بس. مساء الخير يا سعاده الباشا. مساء الخير. ايه انتوا بتعملوا ايه؟ انا لسه دلوقتي. خير يا باشا. ما بلاش حكايه باشا دي. واحنا نقدر برضه يا سعاده الباشا؟ هترجع تقول لي باشا تاني؟ في ايه؟ الناس كلها روحت، قاعدين بتعملوا ايه؟ انا مش قلت لك يا باشا ان كله تمام و100 100، مش ناقصني غير حاجه واحده بس. ايه؟ العريس؟ وما لقيتيش الرزق؟ ايه دي الخيبه التقيله؟ يا مؤاخذه يا سعاده الباشا، انا كلمت اهلها ومش ناقصنا غير تشريف سعادتك يا سعاده الباشا. انت ميتك 150 جنيه، وانتي 80 بس يا باشا. خلاص هعملهم لك 100، وانت بقى هديك شهرين مكافاه. ربنا يخليك لنا يا سعاده الباشا. اعملوا لنا فرح حلو كده، واعزمي كل زميلاتك في المصنع هنا، وفستان الفرح والشربات عليا. ماشي يا باشا. دي هتبقى لينا تيكي تيكي طمطم. تيكي ايه يا روحي؟ طمطم. لا مفيش طمطم ولا حاجه يا باشا. على عز سعادتك. على عز سعادتك يا باشا. ايه ده انتوا لسه هنا؟ الجلسة سهران. عبد زلطة، محمد عبد الجواد، محمد حسني، هو لازم يعرف ابنه الثالث وجاب عسكري الثالث. والنبي يا شويش، عيش وحلاوه حبيبنا الحلوين. ازيك يا معلم صقر؟ وحش يا معلم صقر. يلا يا راجل يا حلاوه. I'm
الفرح كان حلو قوي. فرحت لهم قوي. بتفكر في ايه؟ بفكر في اللي انت بتفكري فيه. طب ايه رايك؟ انا ما عنديش مانع، يا ريت. طب ولو قلت لك ان انا بخطبك تتجوزني؟ بس انا ليا شروط. وانا تحت امرك. اول حاجه الفرح يبقى في الاوتيل ده. موافق. وبعدين كل زمايلي اللي كانوا معايا في السجن يبقوا في الفرح. موافق. مهم جدا تبقى السجانة موجودة كمان، دي أهم واحدة. وزمايلك الضباط كلهم بما فيهم اللي قبضوا عليا. حاضر. موافق. يبقى اتكلنا على الله. كده ايوه، انا حضرت الفرح وشفتهم بعناية دول اللي هياكلهم الدون. يعني اتجوزته فعلا؟ ايوه، الجمعه اللي فاتت هم الوقت في الاكامضي، وكمان كام يوم هيجوا هنا لاجل يقضوا شهر العسل. طب وانا؟ ما هي بقى فكرت لسه في السجن. ماشي، مش صار سليمان اللي اتاكل اوانطه جديد؟ وجب يا معلم، انت طقم، انا دراعك اليمين. اسمع الكلام اللي حولولك، انت ترجع دلوقتي تخليك معاها خدام وغفير لغايه ما تلاقي الفرصه المناسبه، بعدين تجيني او تبعتلي، فاهم؟ واجب يا معلم، بس على الله وقتها تفتكرني. سلام يا معلمي. وبعدين يا معلمه انت رسمها ازاي؟ وبعدين يا عدو هتفهم كل حاجه. افهم ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. بعدين يا زلطه هتفهم كل حاجه. خد ولع وخش عليا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا ست. نورت العزبه كلتها يا ست. الف حمد لله على سلامه الست الكبيره. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. وعروستنا الصغيره كمان. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا. تعيش. امال الباشا فين؟ امال هيوصل بكره ان شاء الله. بالسلامه ان شاء الله. انا فرشت الفرش ورشيت عشان الهاموش وكبت شيء جاهز. خد بقى هات له حاجه من عيني يا ست. من عيني. بتعملي ايه وبتفحتي في ايه يا حلوة؟ انت مين؟ ده عبده زلطة. صار الحمد لله على السلامة، نورت العزب. انا بقى مش عارف اقولك يا عروسة ولا يا معلمة. انت خرجت من السجن انت؟ هربت اول ما عرفت انك خرجت من السجن. ولا كنت فاكرة انك هتلهطيها ولعة لوحدك؟ خضتني. فوتوا قدامي افلغ الخزنه كلها في جتتك. ايه واموت؟
والسر يموت معايا ولا ايه؟ غلبتيني يا معلمة، نتفاهم بالأصول اهو كده. ما تبقاش تنسى العين ما تعلاش. بصراحة بقى تكتيك آخر معلمة، تفتحي مصنع وتتجوزي ظابط، يعني لا يمكن حد يشك فيك. انت فهمت غلط، انا بطلت اللون. لا فكيها، ده الزمار يموت. اه وصوابها بتلعب. قلت لك انا توب ومال، يعني عايزه فرضاني مش عايزه شريك زي بعضه وماله. بس بقول لك ايه، ما تنسيش وقفتي معاكي قدام النيابه، يعني انا لو شهدت بالحق كنت خدت تأبيده ولسه فيها لغايه النهارده. لو البوليس مسكني حبعبع واخدك معايا في الرجلين. ها قلت ايه؟ هات من الاخر، عايز كام؟ 10 مليون. ياه، وجاي على نفسك كده ليه؟ بقول لك ايه، المعلم درويش الله يرحمه قبل ما يموت دفن هنا في ارض العزبه 10 كيلو بودره، يعني يسوا كام؟ 20 مليون. انت النص وانا النص. ها قلت ايه؟ انا بطلت الشغلانه دي خلاص. بقول لك ايه، انا النص وانت النص، يا بودره يا فلوس، وعند اللي يشتري ويهربني على اوروبا اعيش ملك زماني. ها قلت ايه؟ دي بقول لك في ايدي البودره دي، انا رميتها في المصرف. نعم يا اختي، ترمي ايه؟ ترمي 20 مليون جنيه؟ عدو زلطة ده عمري كله 20 مليون جنيه. اسكتي، ده عمري كله يا معلمة، يا بنت المعلمة عدو. بالسلامة يا معلمة، يا بنت المعلمة عطو. اهلا وسهلا يا باشا، الحمد لله على السلامة. ايه مالكم واقفين كده ليه؟ راوية خرجت من الصبح ما رجعتش لحد دلوقتي. يعني ايه؟ ايه اللي حصل؟ ان شاء الله سليمة ما تقلقش. بقول لسيادتك ايه؟ ما تيجي ندور عليها بالكاريتي. طب هنروح ندور عليها. تعال معايا. ترى ايه اللي حصل؟ سليمة الله بلاش يا ياسر، وبعدين هتلف الكتاب اونطة، احسن لك تخلص في السليم. قصدك ايه يعني؟ انا عندي استعداد اوصلك للي خطفوه. اتخطفت؟ مين اللي خطفها وعشان ايه؟ هناك هتعرف كل حاجه، بس لو ما نفذتش المطلوب لا انت ولا هي ولا هم راح يرجعوا. من هناك جديد ومعاي الباشا. اتفضل يا سعاده الباشا، اتفضل. اهلا يا سعاده الباشا. اهلا. انا شفتك فين قبل كده؟ انا كنت بشتغل عند درويش بيه ومن رجالة حرمه المعلمة راوية فراج صالح. معلمة؟ أبا عن جد، أبوها من أكبر تجار الصنف، وأمها المعلمة عطا. إيه أنت هتستعبط ولا إيه؟ طب هي فين دلوقتي؟ موجودة في الحفظ والصون، بس البودرة أولا. بودرة؟ بودرة إيه؟ البودرة اللي كانت مدفونة هنا في المزرعة العشرة كيلو. أصل مش معقول تكون متجوزاك ومأكلاك الأونطة. أونطة إيه أنت رخ؟ أنا كمان بقول. طيب طيب ماشي، هي فين؟ موجودة البودرة أولا. طيب طيب هي فين؟ الله، ده حب بقى. ماشي زلط، افتح الباب. انت هنا يا شديد، واقفل ورانا الباب. عامي سبع البرومبا وصل. صحيح الكلام اللي انا سمعته ده يا معلمة؟ انا اتولدت لقيت اهلي كلهم كده، درويش نفسه كان صبي عند ابويا. ابويا قبل ما يموت جوزه لي عشان يحميني من تجار السوق، يعني كان جوزي بالاسم وبيشتغل لحسابي. لقيت نفسي بكمل اللعبة لغاية ما قابلتك. يعني خدعتيني تاني. انا عمري ما غشيتك، يمكن اكون خبيت عنك الحقيقة، بس انا تبت بجد صدقني. والبودرة المدفونة ما طلعتهاش يا معلمة؟ طلعتها ورميتها في المصرف. ما بلاش اللون ده يا معلمة،
انا لسه ما مدتش ايدي عليك. ايدك ما تتمدش عليك. طالع يا معلمه.